شبابنا شلونكم؟ طبعا احنا حكينا لكم بالمحاضرات السابقه عن اهميه السبايس، وانه شلون ساهمت السبايس ورحله البحث عن السبايس باكتشاف العالم الجديد، وشلون انه السباق بين البرتغال واسبانيا بالقرون يعني بحدود ال 1400، شلون صارت منافسه بيناتهم وادت الى اكتشاف امريكا، قارة أمريكا. فكان هو كله من أجل السبايس. السبايس ليش كانت مهمة؟ لأن هي عبارة عن لها هواية وظائف، وكانت تستخدم كمديسن، وكانت تستخدم كبريزيرفاتيف، فود بريزيرفاتيف، فلذلك كانت مهمة بالنسبة لهم. فواحد من أهم البريزيرفاتيف والتراديشنال مديسن بذاك الوقت هو بلاك بيبر، الفلفل الأسود. فاليوم محاضرتنا بالمختبر العملي عن البلاك بيبر، وشنو هي الألكالويدز الموجودة داخل البلاك بيبر فروت. البلاك بيبر هذا النبات هو اسمه العلمي بيبر نيجرام، زين، معناته بيبر هو الفلفل والنيجرام الأسود. العائلة هي البيبيريسي. أهم ألكالويد موجود داخل هذا النبات هو البيبرين، زين. طبعاً هو ترو ألكالويد. إذا نرجع بالتعريف ليش هو ترو ألكالويد، الترو ألكالويز الديفينيشن مالتها أو شنو هو يعني الديسكريبشن أوف ترو ألكالويد، إنه اللي هي الألكالويز اللي تجي من أمينو أسيد أوريجين، هذا ك primary metabolite، زين، وتكون بالنهاية النيتروجين داخل heterocycle. فبحالة البيبرين alkaloids الheterocycle الموجودة بها هي البيبريدين heterocycle مثل ما تشوفون بالشاشة قدامكم. هذا هو طبعا المولكيول اوف بيبرين، وبصفة الهيتروسايكل هذه هي البيبريدين اللي هو الاكتيف كونستيتوانت مالت النبات البلاك بيبر، زين. طبعا هو هذا النبات برينيال بلانت، يعني نبات معمر او حولي، يعني يعيش اكثر من سنة. producing berry like and aromatic pungent fruits that are green when unripe and become red at maturation. Then the dried berries become black and wrinkled, producing black pepper. طبعا هذا النبات هو شكله مثل البيريز اللي هي شلون التوكي، زين، اللي يعني من ناحية المظهر الخارجي. طبعا شلون التشيري اللي هي او يعني هاي ثمرة الكرز من ناحية المظهر الخارجي. Aromatic pungent fruit that are green and when unripe، لونها أخضر إذا كانت غير ناضجة. شلون الحصرم العنب الغير ناضج، زين، وصير لونها أحمر إذا نضجت، وإذا جففناها تصير لونها أسود. طبعا هذا فيديو يوضح harvesting black pepper.
فشفنا البروسيس اوف هارفستنج اند دراينج اوف بلاك بيبر. طبعا البلاك اند وايت بيبر هو نفس البلانت، الاختلاف الاساسي بين الثمرتين او هذين البرودكتس هو الدراينج ميثود، شلون نجفف الفروت هذه. زين، when ripe and unripe fruits are dried directly under the sun, black pepper is the result. يعني مثل ما شفنا بالفيديو، إذا خلينا الثمرة جففناها بالشمس يعني مباشرة، فراح يطلع عندنا الناتج هو البلاك بيبر. While if the fruit is first soaked in water and the outer skin is removed before drying, the result is white pepper. هو بس اختلاف the processing of drying. بالنهاية هو نفس الثمرة ونفس ال active constituents. البيبرين هذا الألكالويد اللي قلنا موجود داخل هذا الثمرة، اللي هو دي يعطينا very attractive biological effects traditional medicine. زين، وك preservative as a solid substance essentially insoluble in water. It is a weak base that is tasteless at first but leaves a burning after taste. زين، فهو هذا الالكالويد غير ذائب الماء. زين، وطبعا الاستخلاص مالته والبيوريفيكيشن فيري سمبل، نقدر نسويها بالمختبر ان شاء الله. وجربناها يعني طلابهم جربوها، انه بعد ما نستخلصه وناخذ الاكتيف كونستيتوينت هذا بالبدايه اذا ضقناه راح يكون تيستلس، ما بي طعم. زين، بس ورا شويه يبدي الواحد يحس انه عنده صار بيرنينج سنسيشن، حتى يشتم نكهه الفلفل مع انه مضايق فلفل. فطبعا هاي هي البيكتشر اوف بيبرين الكالويد كريستالز. زين، البلاك بيبر طبعا احنا متفقين انه كل الناتشرال برودكتس هي تطلع عمليه الاستخلاص not pure. زين، ليش not pure؟ لان قلنا like dissolve like، هاي المبدا معناته انه شكو كيميكلز تتشابه بالخواص الكيميائيه او الفيزيائيه راح ممكن تذوب بالسولفنت اللي احنا مستخدميه بالعمليه الاستخلاص. احنا مستخدمين بولر سولفنت، كل البولر كيميكال اكتيف كونستيتوينت الموجوده داخل النبات راح تكون ذائبه عندنا بالسولفنت. استخدمنا نان بولر، كذلك كل النان بولر اكتيف كونستيتوينت راح تكون موجوده بالسولفنت. فاحنا ما راح نحصل بعمليه الاستخلاص على سينجل مولكيول، راح نحصل على كومبينيشن. فالكومبينيشن راح تطلع بالاضافه للبيبرين راح يطلع عندنا تشوفايسين، ايزوتشوفايسين، بيبريك اسيد. زين، هاي هي اللي تطلع اثناء عمليه الاستخلاص، ونقدر احنا ناخذ الشيء اللي نريده بعدين. هاي فرض ان اذا نريد احنا بس نريد البيبرين مثلا، هذا نسوي له بيوريفيكيشن، يلا نقدر ناخذ الشغله يعني as it is 100% pure او كريستلايزيشن، واحده من الطرق كذلك. زين، البيبرين ممكن يعطينا بيبريك اسيد. طبعا البيبريك اسيد يعني ها طريقه ثانيه للحصول على البيبريك اسيد، هو شلون نحصل عليه؟ هذا يعني الماينر برودكت اللي هو طبعا انديزايرد، ما نريده او ما نحتاجه. شلون يطلع هذا البيبريك اسيد؟ يطلع من الهيدروليسيس اوف بيبرين ان بريزنس اوف ووتر. اذا عندنا ووتر راح يصير تحلل لل هاي الهيدرو سايكل، وبالتالي راح يطلع عندنا بيبريك اسيد. فعندنا تو باثويز، اما انه هو ناتشورالي موجود داخل النبات، والطريقه الثانيه هو اثناء عمليه الاستخلاص. اذا مثلا صار اكو رطوبه او احنا استخدمنا سولفنت بمي مثلا، زين، فبالتالي راح يصير عندنا هيدروليسيس للمولكيول. الفارماكولوجيكال اكتيفيتي مال البيبرين، اول شيء الكدراديشنال ميديسن البيبرين aid in the digestion of food due to its stimulation to the digestive enzymes. واحد من اهم الاستخدامات له انه يساعد بعملية الهضم، انه نقدر نطيه او نستخدمه بالاندايجستشن بحالة عسر الهضم، فهو يساعد على يسوي ستيميليشن للدايجستيف انزايم، بالتالي تنحل مشكلة الدايجستيف العسر الاندايجستشن. فهذا is very simple drug بهاي الحالة. There is some evidence that it has an anticonvulsant activity in the treatment of epilepsy. طبعا اكو كيميكال هو دراج
derived from piperine. يعني هو مسوي له modification بس من ناحية الكيميكال ستراكشن هو تقريبا نفس الشيء. فهو طبعا هذا واصل clinical trials ما يعني بعد not FDA approved بس هو دا يشو دا يطينا anti-convulsant activity يعني هو به خاصية دوائية مضادة لل اختلاجات او اللي هي الكونفولجنز بحالة الابيليبسي او الصرع. There is some evidence then it has anti-cancer activity, anti-inflammatory activity, due to antioxidant property. فلما نقول some evidence احنا بعدنا لحد الان في طور البحث يعني لحد الان ما استقرينا او ما حد سوى FDA approved drug انه هذا ممكن انه يعني عندنا full evidence. لا هذا بعدنا اكو يعني شغل بعد ما كامل. فطبعا هذا الصورة اللي هنا بالزاوية توضح لنا البروسس اوف دراج ديسكفري انه شلون نبدي عمليه اكتشاف الدواء زين. طبعا بمراحل المراحل الاولى انه شلون نختار الماده الكيميائيه والتجارب على الحيوانات بعدين تبدي تجارب على الانسان تبدي بعينه صغيره من الـ يعني الهيومن يعني بحوالي 20 50 بهالحدود هذا ما يتجاوز زين. فاختارون healthy population حتى يجربون انه toxic effects انه be toxic effects لان healthy population ممكن يتحملون ال toxic effects ممكن ال expanded زين safety انه هذا طبعا او هي مو احتمال مو expanded safety راح ممكن يدخلون مباشرة بال تجريب على ال small group of patients يعني عندهم مثلا epilepsy مثلا خلينا نقول 200 واحد يجربون عليهم الدراج يشوفون الريسبونس ورا ما مثلا اعطانا بوزيتيف ريزلتس راح نجرب على كميه اكبر من البيشنتس اللي هي بالفيس 3 كلينيكال ترايلز راح يصير بالالاف بال 5000 واحد راح يجربون عليهم حتى يثبتون انه هل هذا ال الدراج بالفعل safe and effective or not. فهاي طبعا هي البروسس تاخذ لها تقريبا بحوالي 10 سنوات هاي كل الاختبارات. فالقصد انه احنا لحد الان مرحلة الكلينيكال ترايلز يعني احنا هاي المرحلة عبرناها وهسه لحد الان بهاي المنطقة اللي هي الكلينيكال ترايلز. فهاي هي الفارماكولوجيكال اكتيفيتي اوف بيبرين. اول شيء انه قلنا يستخدم بال كتراديشنال ميديسن بالاندايجستشن علاج عسر الهضم. اكو استخدامات دوائيه اخرى كانتي كونفولسنت وكانتي كانسر. هذا التيبل يوضح لنا التراديشنال يوزز للبيبرين. طبعا قلنا هو بما انه دراج معروف من قديم الزمان والناس تكاتلت عليه حب اوروبا على مود يحصلوه فاكيد لانه هو عنده هوايه استخدامات او الهوايه فوائد بذاك الوقت لان ما كان اكو فد ادويه فعاله ومتخصصه فهو ممكن يعالج مثلا ب خاصيه مثلا للعلاج الفلو مثلا او مسل بين او مثلا علاج الفود اند دايجشن او الديسبيبسيا او انتي سبازموديك الى اخره. فاذا تشوفون الكاف الى اخره كل هاي الاشياء هي لها علاقه طبعا اغلبها بالجي اي تي بروبلمز زين. الدراسات الحالية والدراسات المعاصرة وين شافت إلى تأثيرات على الأنيمال ستاديز شافوا أنه بي أنتي كانسر أنتي ميتاستاتيك إفكت بالهيومن مثلا شافوا بي أنتي ديابيتك إفكت. فهو يعني حتى لو ما كان درج هو فد هيلثي فود فد دواء أو فد يعني فد في شيء مفيد واحد يتناوله. فهاي أهمية البيبرين أو الفلفل الأسود زين. شلون نستخلصه هذا هو الشغل إن شاء الله نشوفه بالمختبر. وشكرا جزيلا.